تستمر فعاليات مهرجان أجيال اللي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام لليوم الثالث على التوالي، ومن ضمن البرامج اللي يعرضها برنامج صنعة في قطر اللي يعرض أفلام قصيرة لمخرجين ومخرجات قطريين. ومعنا اليوم في استديو الصباح رباح السيدة نورة السبيعي، مخرجة فيلم ماي هيرو. هلا فيك نورة. هلا هلا، شلونك؟ يعني كبرناك وقلنا السيدة نورة. طبعا يعني انت اخت يعني عزيزة وغالية ومخرجة، اعتقد صار لك مدى، يعني سألتك من شوي قلت لك توك جديدة في الإخراج، قلت لي لا انا صار لي فترة. فيعني بديتي الإخراج من عمر صغير ولا يعني متوسط يعني العمر؟ من صغري انا اسوي اشياء، لكن هاي اول فيلم سينمائي، وفي فرق من بين تاخذين كاميرا وتصورين في البيت وفرق لما الفيلم يكون سينمائي. فهاي اول فيلم ينعرض في المهرجان، ووايد فخوره منه صراحه. انت يعني كمشاركتك في مهرجان اجيال في فيلم ماي هيرو، يعني شيء اللي نعرف ان الاحداث الدور يعني حول النص باي يحب يقضي وقته مع ابوه. من وين انت استوحيتي هالقصه؟ هي شوفي فكره يعني الكل يعرفها، يعني بالذات الحين الابهات الامهات وايد منشغلين. فأنا أخذت الفكرة إن ولد يبي يتقرب من أبوه، لكن أبوه مشغول يشتغل مو في البيت، يطلع في الليل. فالولد يبي يتقرب من أبوه، وإحنا الفيلم مفروض يكون قصير يعني 5 دقايق. فأخذت فكرة الكل يعرفها وكتبت القصة وأخرجتها بطريقتي أنا. خليني أسألك نورة سؤال، أنا عرفت من الوالدة من شوي إن أنت تتكلمين أكثر من لغة. يعني هل ساعدك هاي الشيء في مجال الإخراج؟ طبعا، لان السينما يعني مش الناس يشوفون السينما كهوليوود، لكن السينما يعني عالميا. فانا كنت اشوف افلام فرنسيه، افلام اسبانيه، العربي صراحه ما كنت اشوف وايد، بس انجليزي امريكي. فتشوفين الانواع شلون الناس يسوون هالاشياء. نعم. من ساهمك انك تعدين وتنفذين هاي الفيلم؟ صراحه مؤسسه دوحه للافلام هم اللي يعني ساعدوك. ايوه، يعني الحين صار لي معاهم 2 سنين تقريبا، وعطوني الأدوات للتصوير، ويسوون ورش العمل، بعد يسوون شلون تكتبين السكريبت والسيناريو، فكله من عندهم. طبعا هالي بعد وايد كانوا يساندوني وربعي يساعدوني. أنا كتابتي بالعربي صراحة مو بوايد زينة، ما أعرف أكتب السيناريو بالعربي، فكنت أكتبه بالإنجليزي وأترجمه بعدين آخر شيء. إذن يعني كلميني أكثر عن مراحل تنفيذ هاي الفيلم، ويعني وين لقيتي أكثر صعوبة في إخراجه؟ هو المفروض كان يكون يسمونه 7-day challenge، اللي هو في 7 أيام تختارين القصة، تكتبينها، تخرجينها، التصوير، التعديلات النهائية. فصعوبة الفيلم جاء من ناحية التصوير، كان في 12 ساعة، فصعب أن تصورين كل شيء في 12 ساعة. الشمس قامت تغيب، ما عندنا الشمس، وطبعاً كان عندي ولد، والولد مش ممثل، فصعب عليه أنه يعني يحفظ الحكي. فكنت أعطيه جملة ونوقف التصوير، جملة ثانية ونكمل، وتعب. عقب فترة جاي وقال لي إنزين ليش أعيد المشهد؟ سويته مرة مو بعيدة. لازم تروينا عشان. فلازم يعني أقول له لا تعال. في مقطع يرجع من البيت، قلت له إنزين روح لم أمك. قال لي لا هي مش أمي. قلت له ما لي إحنا نمثل. قال لي لا ما لمها، بسلم عليها بس أنا ما لمها. فوايد كان في صعوبات، وكنت أبي الممثلين يكونون قطريين، لأن هاي موضوع يعني في مجتمعنا. فكنت ابي قطريين عشان تحسين انه شيء واقعي، لكن ما قدرت احصل ممثلة قطرية، واكيد في يعني، بس لانه يعني كان شيء ضيق الوقت. ما لقيتي متسع ان انت تسوين سيرش على شخصيات تساعدك؟ يعني لقيت واحدة تتكلم قطري، بس يعني الحمد لله. يعني انت مشاركتك مهرجان اجيال، يعني هل ان انت لقيتي الدعم الكافي في المقيمين يعني في هاي المهرجان، وشلون لاحظتي دعمهم لك؟ شوفي هما أقول لك يعني مش بس ساندوني في المهرجان نفسه، بس طول السنة، وهاي الشيء صراحة وايد عجيب. يعني صدق استانست، يعني أي شيء يصير، يعني في فيلم يصورونه في الدوحة، سواء في الدوحة أو برا، يتصلون فيني يقولون روحي اشتغلي وياهم، اتعلمي، شوفي شلون يكتبون، شلون يصورون. وفي المهرجان بعد يعني خلوني أقابل الناس اللي عندهم خبرة في المجال، اتعلمي منهم،
كل هالاشياء يعني صراحه يعني طول السنه. بعد هاي شيء حلو ان انت يعني تكوني موجوده مع الكل وايد ويزيد يعني حتى خبراتك. طبعا طبعا. نورا اول امس كان اول يوم افتتاح لمهرجان اجيال وانت كنتي على السجاده الحمراء في الافتتاح، ايش قد كان هالإحساس بالنسبة لك رائع؟ كلمينا عن إحساسك في هاي اليوم. والله تحسين يعني شيء خيالي، يعني تشوفين كل الناس لهم خص في الفيلم، يعني بعض الناس يكتبون، بعض الناس يخرجون، بعض الناس هو يعني عمل مشترك يعني وايد مشترك. يعني أنا فيلم اللي 5 دقايق بس تقريبا 100 شخص يعني ساعدني فيه، فشيء يعني عجيب تشوفين الناس إيش يسوون، الناس شلون يتكلمون. يعني لازم تكونين تحبين الفيلم لأنه شيء وايد صعب يعني تتعبين. إذا خليني أسألك، متى بديتي في الإخراج فعلاً؟ يعني العمر اللي بديتي منه متى وين بالضبط؟ وين اكتشفتي نفسك؟ يعني بلش في المدرسة كنت أسوي أشياء بسيطة. في الجامعة أنت ما درستي سويت... قلتي لي ما درستي في قطر؟ لا لا الجامعة درست في الدوحة وخلصت في كارنيجي ميلون، بس في الجامعة كنت سويت فيلم صغير يعني تقريباً 20 دقيقة. بس بداياتك من قبل؟ من قبل يعني في البيت أصور شيء، يعني أخذ العابي أسوي أشياء، ربعي يعني معاي في الفيلم، لكن شيء سينمائي أحين مع ماي هيرو. تحسين يعني هل أنت حابة تكملين دراسة عن يعني شلون تسوين الأفلام والسينما، أو تحسين يعني الهواية شيء كافي لك؟ لا أنا أعتقد يعني الدراسة لازم، لأن شيء يعني اسمه قلت لك السينما شيء غير عن التصوير الطبيعي، فلازم دراسة. لكن صعب يعني إحنا ما عندنا مدارس السينما، فلازم تطلعين برا تدرسين. وحين يعني مع الشغل يعني شيء أحبه لكن ما أقدر أهد شغلي وأروح أشتغل هناك، يعني يمكن نشوف الدنيا شلون إن شاء الله. عندنا مركز الدوحة للأفلام يسوون الكثير من الكورسات والدورات حق الناس اللي حابة تتعلم، فهاي الشيء ممكن يساعدك وممكن تطورين نفسك صح. وحتى تبادل الخبرات في المهرجانات ممكن تعطيك. يعني تعرفين أنا يعني مؤمنة بأن الشغل والاختلاط بالناس اللي عندهم إبداع يساعدك كثير في ان انت تصقلين مهاراتك وان انت تطورين من نفسك وتشوفين طريقة تفكير جديدة عند ناس ثانيين ممكن انت ما تكونين فكرتي فيها، فمع الوقت تبتدين تشوفين الاشياء بمنظور مختلف. طبعا. هل انت يعني ناويه ان انت تتخذين من الاخراج في المستقبل يعني حرفه تحترفينها ولا خلاص؟ والله هاي حلمي صراحه، يعني الحين قاعده اشتغل على فيلم شوي اطول، عندي فيلم تقريبا 15 دقيقه والثانيه بسوي فيلم طويل يعني ساعه ونص، بس طبعا وايد اصعب. ولحن عندي يعني ورشه شلون تسوين فيلم، يعني فيلم القصير يعني ما تقدرين تدشين فيه وايد، يعني شيء بسيط واحد يمشي مشى ووقف خلاص. لكن الفيلم طويل لازم تفكرين في كل يعني الناس اللي في الفيلم، الكاركترز شنو طموحاتهم، ايش يبون يسوون، ليش الفيلم يعني تتكلمين عن شنو، فيعني شيء شوي شوي يعني تتعلمينه. انت قلتي لي عن الفيلم الطويل، هل يعني الفيلم الطويل اللي انت الحين قاعده مختارته هل يتكلم من واقع احنا عايشينه او قصه؟ هي شوي قصة خيالية لكن في أشياء من الواقع، يعني لحن أنت في بدايته فما عندي وايد أشياء يعني بتخليها مفاجأة لنا وحق المشاهدين. نورة قولي لنا عن فيلمك متى بينعرض على أساس المشاهدين اللي حاب واللي متحمس؟ أنا أشوف هني في الكتالوج، هاي الكتالوج مشاهدينا دليل الأفلام حق المهرجان، فيلمك هني موجود ماي هيرو صح؟ صح. نورة السبيعي دايركتر، 5 minutes مدتها 5 دقائق. بس متى بالضبط الموعد؟ وهل هو يعني بتذاكر ام من غير تذاكر؟ هو بينعرض بكره يوم الجمعه والافتتاح 8:15، لكن السيتس يعني ما عندهم وايد، تقريبا 400 كرسي، فلازم تين قبل هم يقولون لك تعالي الساعه 7 على اساس انه لانه من غير تيكت الواحد لازم يحجز له مقعد من قبلها صح. فيشوف إبداعاتكم، يعني في حتى كانت عندنا أمل المفتاح كذلك مسوية الكورة. هل أفلامكم كلها بتنعرض في نفس الوقت أم أن كل يوم فيلم؟ لا وراء بعض، فهو تقريبا ساعة بينعرضون كذا فيلم، 6-7 أفلام، 5 دقائق. إذا الحين بنهاية حوارنا معك خلينا نشوف فيلم قصير أو تريلر للأفلام المشاركة بمهرجان أجيال السينمائي. كيف تصنع الأفلام؟ تصنع الأفلام عبر قصص، كاميرات، أماكن مميزة مثل البر أو الفضاء الخارجي،
أو حتى في البحر. وهناك المخرج يقول للناس عن الأماكن اللي يوقفون فيها وإيش يقولون وإيش يسوون، وبعدين يأخذون كل الأشياء الخاصة بالفيلم ويحطونها في الكمبيوتر، يحطون بعض الموسيقى وشوي من المؤثرات الخاصة، وبعدين يصير عندك فيلم ويروح الكل لرؤيته، وهكذا تصنع الأفلام. مهرجان أجيال السينمائي. طبعاً من هاي التريلر الحلو طبعاً نرجع لك ونشكرك، وأحب أذكر أن نيلة مشاركة كذلك، وبكرة بينعرض فيلمك نيلة؟ إن شاء الله بيكون 6:30 في كتارة، يعني هو فيلم بطل ورسالة، هو الجزء الثاني إن شاء الله بنكمله يعني حق هالسنة، هو لليوم الوطني اللي يتكلم عن نهضة قطر، وبين يعني قطر قبل والحين، وأنا شاركت فيه في الصوت. نيلة يعني بطلة أحد أبطال الفيلم بالصوت، وسبحان الله الكاركتر اللي في الفيلم ونيلة وايد قرب من بعض، فالله يعطيها العافية، وإن شاء الله نكون كلنا هناك متواجدين ندعمك، وأتمنى لكم أنتم الاثنين كل التوفيق يا رب، مع ضيفتنا بعد اللي شاركت في الكورة، نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله نشوف مبدعات أكثر أكثريات في هاي المجال. يعطيكم العافية أعزائي، فاصل ونرجع نتابع حلقتنا معكم.